من هذا المنبر كنوجه شكر وامتنان اللي راعي هذه الأمة، اللي مؤسس أول جمعية وراعي الجمعيات المجتمع المدني، العاهل ديالنا الملك محمد السادس. نطلب من الله سبحانه وتعالى الشفاء العاجل له وأن يسدد خطاه، ونشكره بالأساس بخصوص هذه الجمعية أنه كتفرع في مدينة المحمدية، عامل عمالة إقليم مدينة المحمدية هشام مدغيري على المجهودات الجبارة اللي كيقوم بها تجاه هذه المدينة. وأيضا ما ننسوش باشا المدينة اللي عز عليه واللي كيحب السيد محمد قيادينا الأوفياء داخل 7 مقاطعات في قطر مدينة المحمدية. أهداف الجمعية، هناك أهداف تربوية وأهداف ثقافية وأهداف رياضية وأهداف اجتماعية لتقنين هذا الميدان وبلورة هذا الميدان. ونحن كجمعية وكمكتب وكمنخرطين نريد وبكامل ونصرح بها وبكامل قواتنا العقلية بهذا المصطلح، أن احنا بغينا نمشيو بهذا الميدان من جميع جمعيات المجتمع المدني داخل مدينة المحمدية. أيدينا مفتوحة، اللي بغى يخدم هذه المدينة مرحبا وألف مرحبا. احنا باغيين نخدموا هذا القطاع ديالنا وباغيين نقنوه، وعندنا منهجية وعندنا بروتوكول اللي سطرته إخوان ديال المكتب وسطروه بعض الإخوان المنخرطين اللي مشكورين من هذا المنبر. الجمعية دارت عقود شراكة اللي من هذا المنبر كنشكر بعض أطباء اللي وافقوا على الفكرة ودرنا معهم عقود شراكة بعجالة. هناك حسن ابن الحافي اختصاصي في جراحة العظام، الدكتور عبد الله جيد طب العام ورئيس جمعية مساندة مرض السكري بمحمدية، وهناك عبد كريم تاغي طبيب جراحة الأسنان، وهناك الدكتورة ماريا أبونا اختصاصية في أمراض وجراحة النساء والتوليد، وهناك البردي وفاء أخصائية في أمراض الجلد والشعر وحساسية الأطفال، ثم الدكتور قرمان مصطفى أخصائي في أمراض وجراحة العيون، وثم الدكتور حسن كنزي أخصائي في أمراض الطفل والرضع. كنشكرهم من هذا المنبر كمكتب وكمنخرطين اللي رحبوا بالفكرة وارتاحوا للفكرة ورحبوا بالعمل الجمعوي داخل هذه المدينة. ومن هذا المنبر كنوجه لهم ألف شكر وألف تحية وتقديرين لهذا الأطباء. عندنا عقود شراكة مع بعض المؤسسات حكومية، عندنا عقود شراكة مع بعض المؤسسات حكومية وغير حكومية، خدامي الإخوان خلف الكواليس. وكنشكر من هذا المنبر الإخوان ديال المكتب، اللي كاين بعض الإخوان اللي ما كيبركش حتى مع وليداته، اللي خدامه كيسهر على الراحة ديال الإخوان ديالو المنخرطين في هذه الجمعية. والجمعية ديالها غتقول الكلمة إن شاء الله من هنا لقدام في المستقبل، غتسمعوا إن شاء الله هذه الجمعية، حيث أنه فيها اللي اختارت الرموز، الشيء الحاجة اللي زوينة والرموز ديال هاد الحريفية بهذا المصطلح هذا. وفي الأخير وختامه كما كيقولوا ختامه مسك، كنناشد وكنقول جميع الإخوان اللي باقي ما انخرطوش بالنسبة لعمال المقاهي والمطاعم داخل هذه المدينة المباركة، أنهم انخرطوا في هذه الجمعية واقتنعوا بها، حيث هذه الجمعية عندها واحد المنهجية وعندها واحد البروتوكول اللي صيبت. أقسم بالله العلي العظيم وأنا كنتحمل هذه الحلفة اللي كنحلف هي اللي غتقول الكلمة ديالها من هنا لقدام.
وكنشكر جميع الفعاليات ديال الجمعيه، من منخرطين من مكتب اللي ساهرين على الوقوف ديال الجمعيه. ونحن حاليا في مرحله بناء الاسس ديال هذه الجمعيه. اي حاجه كتبنيها كدير لها الاسس ديالها باش تمشي بعيد. حنا المرحله دابا حاليا في بناء الاسس، ومن هذا المنبر كنخاطب وكنوجه لجميع ارباب المقاهي والمطاعم داخل مدينه فرع مدينه المحمديه، ايدينا مفتوحه ليكم رجوع الثقه بيناتنا. حنا بغيناكم تمشيو قدام، وبغينا النهوض بهذا القطاع وبلوره هذا القطاع باش اننا غنمشيو به بعيد. وكاين ما يدار وكاين ما يتخدم في هذا القطاع هذا، ولكن حنا هايدينا كنتسناوكم نتوما كيفاش غتعطيو لينا ايديكم. حنا باغيين نخدموا معاكم، وباغيين بزاف د الحوايج ما يدار في هذا القطاع. بالنسبه للاخوان الا كان شي سؤال ولا شي تدخل مرحبا، غنفتحوا باب النقاش وباب الاسئله. الا كان الاخوان شي سؤال مرحبا والف مرحبا. مرحبا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اسمي عمر عجاجه، لا عضو في الجمعيات المقاهي والمطاعم المحمديه. غير سي عبد الرحيم، بغيت نعرف اغلبيه الدراري ما بغاوش ينخرطوا في هذه الجمعيه ديالنا، كيقلبوا على اساس ديال الجمعيه، اشنو هو الدور ديالها؟ والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. انا سي عبد الرحيم. سي عبد الرحيم، كاين واحد السؤال. هاد المهم هاد الفورماسيون اللي باغيين ديرو واتفاقات الشراكه اللي درتو، خصنا نعرفوا فين وصل هاد الباب هذا، وشكرا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اسمي عمر عجاجه، لا عضو في الجمعيات المقاهي والمطاعم المحمديه. غير سي عبد الرحيم، بغيت نعرف اغلبيه الدراري ما بغاوش ينخرطوا في هذه الجمعيه ديالنا، كيقلبوا على اساس ديال الجمعيه، اشنو هو الدور ديالها؟ والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. انا سي عبد الرحيم. سي عبد الرحيم، كاين واحد السؤال. هاد المهم هاد الفورماسيون اللي باغيين ديرو واتفاقات الشراكه اللي درتو، خصنا نعرفوا فين وصل هاد الباب هذا، وشكرا. السلام عليكم. سي عبد الرحيم، السؤال ديالي انا هو بالنسبه لهاد الناس اللي كنلقاو لهم الخدمه. كنلقاو لهم الخدمه، كيطلبوا الخدمه وكنلقاو لهم الخدمه وكنديروا مجهودات، ولكن في التالي كيخرجوا ماشي قد المسؤوليه. اشنو هو يعني رده الفعل ديال الجمعيه مع هاد الناس هادو؟ اساس الجمعيه او الاخوان اللي ما كيبغوش ينخرطوا داخل الجمعيه، هي حاجه وحده نعرفوا بين نعرفوا راه ماشي سهله باش ان اخ ولد الدومين ما عمرو كان تحت لواء ديال الجمعيه وما عرفش شنو هو العمل الجمعوي، وتقنعوا بهذا المصطلح وتحل لي كارت مير وتفهموا شنو هو العمل الجمعوي وتدخلوا تحت اللواء ديال الجمعيه. اول نقطه ماشي سهلة، وخصك بشوية بشوية ويشوف الملموس، يشوف الخدمة اللي دارت هذه الجمعية باش أنه غيقتنع وغيدخل بقلب رحب. هو مقتنع وعيني مغمضين وغيقول لكم مرحبا أنا باغي نخارط. الأساس ديال الجمعية سي عمر هو أنه مني كتشوف هذه الجمعية
شحال ديال عقود شراكة دارت اللي ما كانوش عندكم وما كانوش في هاد القطاع؟ كنتي كتمشي غير تبغي تدوز خصك تخلص الفيزيتا كلها. وكاينين عقود شراكة اللي مؤخرا غيتوصلوا بها الإخوان ديال المؤسسات اللي غيستافد منها المنخرط عادة تستافد منها الجمعية اللي ما بغيناش نعنوا عليهم دابا. كيفاش لا يعقل ما أن غنشوف جمعية اللي كتدافع عليا ويد والله مع الجماعة وغتولي تعطياني هاد هاد كاع هاد المراحل اللي مرينا منها وذكرنا وما غنخارطش معاه أنا؟ راه بهذا المصطلح شغلك هذاك ما تنخارطش معايا. ولكن ملي غنوصلوا لواحد النيفو وغنضربوا واحد ثلاثه المراحل ولا اربعه وغنبقى مروماركيك ومدونك باش تقول لي غنخارط، اقسم بالله العلي العظيم قدام الاخوان ديال المكتب والله لا انخارطتي معايا. كاين الاخوان اللي باغيين ينخارطوا، وصلنا لواحد العدد اللي كنحمد الله ونشكروا ديال المنخرطين، وعندنا اخوان اخرين فين باقي المشكل هو بعض الاخوان اللي باقيين باركين. اخويا عمر وانت عارف هذه المساله هذه، لا بليبار ديال الاخوان اللي باقيين عندنا في الجروب الاخر، حنا حاليا عندنا جروب ديال النساء، جروب ديال المنخرطين، جروب ديال جمع ديال الاخوان العاديين، لا بليبار ديال الاخوان باقيين باركين وكيقول لك بغينا نخدموا. انا حنا عندنا اربعه الناس من الاخوان ديال المكتب باركين من العمل، عاطلين على العمل نصرح بها بحال هكا. كاين الاخوان اللي خدامين ما بقوش كيديو حتى 4 دريال في العشيه، كيفاش بغيت هاد الاخوان ديال المكتب غيبقى يركز وغيمشي بهذا راه الله يكون في العون بهذا المصطلح هذا؟ راه كندوي وصافي، راه سخنت وشعلت بهذا المصطلح. لا يعقل باش غنفكر لك انا اللي في العشيه غادي بهادي. الاخوان ديال المكتب الاغلبيه فينا بارك من الخدمه، كيجي واحد اللي ما منخرطش كيبدا يغوط في الجروب كيقول لك انا بغيت نخدم، في غنخدمك؟ راه الله يكون في العون، راه الوقت واقفه في ظل هذه الجائحه في ظل الكوفيد 19، راه كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى غير ييسر الامور من وراء راس العام. هادشي اللي كنطلبوا، غير تحرك الوقت. ارباب المقاهير ماشي ضد المراه، راه الله يكون في العون، راه ما بقى كاين اللي قهاوي اللي ما بقاو كيدخلوا والو. انتوما كسيرفورا والاخوان اللي في سيرفيس عارفين ان الروسيطه نقصات، الا اتخذ شي اجراءات معاك الله يكون في العون. ولكن واحد النقطه اللي غنشير ليها وغنقولها لجميع الاخوان اللي يعرفوها، بالنسبه لجميع المؤسسات، الدوله اشعلت الضوء الخضر بالنسبه لجميع المؤسسات والمقاهي والمطاعم، الا نقصتي 50% من الانتاج ودير ما بغيتي عطاتك الدولة الضوء الخضر. ولكن إلا بقات الروسيطة كما هي بلا ما تتخذ ضد الإجراءات، لا تنقص ليا من هادي ولا تنقص ليا من هادي ولا تنقص ليا، أخوي دماغك من هادي. أنا ماشي ضدهم، حنا مع القانون، حنا مع الحق، كما سرحنا ليكم يديكم مرحبا. مني الإخوان دي ما بغيش ينخرطوا معايا اهداف سياسيه، اهداف اجتماعيه، اهداف ترفيهيه، الاخوان الاطفال ديالهم غنقيدنا عقود شراكه موجودين مع مخيمات اللي غيوليو يمشيو لها وليداتهم. انا من عندي انا غنعنكم بيدي بجوج ونخارط معاهم. هذا هو الجواب ديالي سي عمر، وشكرا. بالنسبه للسؤال الثاني ديال سي يوسف، عقود شراكه، عندنا عقود شراكه اللي ممجدينهم وكنتسناو في الضوء الخضر اللي خدينا الموافقه ديال اناس متخصصين بهذا المصطلح، اناس متخصصين في هذا الدومين هذا، لا بالنسبه لاكويزين، لا بالنسبه للسيرفيس، لا بالنسبه لي بارمان. كنتسناو غير شي حاجه بسيطه، لان كما كنقولوا هذا المصطلح باقي غير واحد الدرجه، وغنسينيو معاهم واحد العقود شراكه. كيفاش غنبين لكم هاد الصوره المبهمه ديال هاد العقود الشراكه؟ حاليا حنا في طور البحث بينما حلت دار الشباب، لانه غتحل من هنا الراس العام ولا ما عرفناش لادات الاصليه اللي غتحل فيه، غيوليو هاد الاساتذه المختصين في هاد لي دومين انهم غيجيو، واي واحد من خارط مع الجمعيه
الاعمال وباغي كناكد عليها الجمعيه الاعمال الاجتماعيه لعمال المقاهي والمطاعم كناكد عليها اللي غيولي يجي جوج سوايع بار سومين اللي غيجي وغيقرا وغيتقنن فكريا وغتولي عنده منهجيه وبروتوكول ديالو كما غنسميها عقليه كوفيد 19 وغنمشيو بها بعيد وغيقرا وغيعرف اش غيدير في الحياه ديالو وغيعرف السيرفيس كيفاش كيخدم راه ماشي السيرفيس بلاطو خدم السيرفيس هو هنا بلاطو راه اي واحد غيز بلاطو تعامل مع لو كليون دي بارمان غيوليو يقراو الاونبان ديال البريسا ديال المولور ديال كدا باش لا طاح الباترون عنده في اونبان غيصايبو ليه هو ما يتسناش تيكنيسيان تيجي تيكنيسيان عادي يكمل غير داك لونبان يصايبو معنا اخوان من خارطين معانا في الجمعيه لانهم تيكنيسيانا وفورنيسورات اللي ما غنحقرهمش وما غنطيحوش من القيمه ديالهم تبارك الله اخوان معانا وكنتشرفوا بهم وكنصفق عليهم من هذا المنبر هذا كنتشرف بهاد الاخوان انهم معانا في هذه الجمعيه معانا ضيوف شرف لانهم مواصلين لانهم تبارك الله راه لا داعي لسي عزيز لانهم تبارك الله كاين وشيف كبير ديال لاكويزين وفي شركه كبيره وما خلا حتى دوله اوروبيه اللي ضيف شرف ديال الجمعيه لانه تبارك الله كنستافدوا منه وكنقراو دابا حاليا بار واتساب في ظل هاد الجائحه كنقراو وكنستافدوا واستافدنا منه بزاف الحوايج وكاين ما يدار راه باقي كنكرر راه كاين ما يدار في هذا القطاع راه خاص عايدين هما محلولين وباقي كنركزها وباقي كنكررها بغيتي تمشي بهذا الدومين عايدينا راه تبارك الله راه ورانا جيش حنا راه وصلنا لواحد العدد اللي تبارك الله معنا جيش وكنتشرف بهم وكنعنقهم بيديا بجوج يعيط لينا اي منخرط مع جوج اللي ثلاثه غنقضيو ليه لافير ديال راه باقي كنكرر لا مابقاتش المبالاه دابا صافي نوض تخدم عز عليك العمل الجمعوي ها حتى من غدا بغيتي تكون كاتب عام رئيس مرحبا اخويا والله حتى مرحبا والف مرحبا وغيولي اي اخ منخرط عنده لي فيش ديالو وشهاده تقديريه اللي غتقدمها لي الجمعيه انه قد بالمسؤوليه ولا سيرفور او بارمان او لاكويزين وهنا اللي غنقلبوا ليه ان شاء الله على الخدمه وغنحطوه على الخدمه غير تسالي هاد كوفيد 19 ان شاء الله. بالنسبه للاخ ربيع السؤال ديال راه بحال جاوبت عليه تقنين الفكره او بلوره الفكره مني غتفتح وغتفتح دور شباب وغنديروا مقر ديالنا ان شاء الله اللي حاليا دابا كنقلبوا وهنا في طور البحث ما غيبقاش اللي غيعيط لينا من ارباب المقاهي والمطاعم اللي باغي سيرفور او بارمان او لاكويزين غيكون دوز عندنا حنا واحد الشهر والله ما خد شهاده تقديريه لا مشى خدم بلي فيش اللي مصايبين حاليا ها هما اللي غيتسكانوا تصويره فيش بريميتريك فوتوكوبيت لاكارج تصاور والمطاعم كاين الرئيس ديالها حسن ايوبي رئيس جمعيه العمل الاجتماعي لعمال المقاهي والمطاعم كاين سعيد قيوضو مستشار الجمعيه كاين اسماعيل امين المال كاين السي علي نائب امين المال كاين الكاتب العام والناطق الرسمي للجمعيه هاد عبد المذنب قمي عبد الرحيم وواحد النقطه اخرى بانه جميع الجمعيات كيديروا مثلا اللي جيلي وكذا وهادي حنا اللي جيلي عندنا نظرا للظروف الطارئه اللي طاحت فيها بالنسبه للنائبه ديال الكاتب العام فاطمه الزهراء حنين اللي من هذا المنبر جاتها مكالمه هاتفيه طارئه للام ديالها تعرضت لوعكه صحيه كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى الشفاء العاجل وبقاو عندها لي جيلي ديال الجمعيه هذا كنقطه اللي ما نسيناهم تذكرناهاش باش الاخوان باش يعرفوا اش طارئ اش طرا هذا هو اللي كاين وهذا امر الله يعني مكتوب وكذا وهذه ايوا
هذا هو اللي كاين الاخوان. بسم الله الرحمن الرحيم. من هذا المنبر كنطلب من الاخوان عمال المقاهي والمطاعيم اللي بغى ينخرط 100,000 مرحبا به. الباب مفتوح في وجه اي منخرط بغى يدخل معنا الجمعيه. 100,000 مرحبا. كاين سيرفرات، كاين بارمان، كاين كويزيني، كفام ميناج، اللي بغى يدخل كاين تليفونات ديال الاخوان كلهم. اللي بغى يدخل مرحبا به و100 الف مرحبا. حاجه سهله، عنده 100 درهم، جوج تصويرات، تصويره ديال لاكارت، يعيط على اي واحد من المنخرطين، يعطيه التليفون ديال واحد في الدراري اللي كاين امين المال، كاين النائب ديالو، كاين الكاتب العام، ياخذ الرسي ديالو وياخذ لاكارت ديالو. وكنطلب الله قد ما تعاوننا، قد ما تجمعنا، قد ما ايد في ايد لينا كاملين، وايد في ايد غادي نوصلوا. وهذه هي البطاقه لاي منخرط معنا، هذه البطاقه ديالو بحال هذه، فين مداها عنده. كاين اطباء بين 25 حتى 50% اللي كينقصوا ليه هما هادو. وهذه هي لاكارت ديالو، ها هي اي منخرط. و100 الف مرحبا بالاخوان، والباب مفتوح في وجه الجميع. وكنشكر جميع الاعضاء اللي معنا في الجمعيه، من الكاتب العام، من امين المال، من النائب ديالو، من المستشار، من النائب ديال الرئيس، من جميع الاعضاء وجميع المنخرطين اللي كيساندونا وكيتعاونوا معنا في الخفاء بلا ما نكونوا حاضرين حنايا. الاعضاء هما كيجريو حتى هما معنا. ونطلب الله التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.